عندما أجد أيضا الرسالة التي اطلعتم عليها جميعا التي صدرها السيد يوسف ندى قبل أن يصدرها ردع الكتائب الإلكترونية التي دعمت وكتبت وساندت إلى آخره، وهذا حق كل إنسان في أن يعبر، لكن على كل مصري يعيش مرحلة بالغة الخطورة والدقة أن ينتبه لهذا كله وأن يتساءل لماذا هذا كله، وهل يكون الفريق سامي عنان حصان طوادة الذي يراهن عليه هؤلاء؟ لقد صدر أيضا في بيانه الكثير من هذه المعاني. أنا لا يمكن أبدا كمصري أن أقبل تهميشا لدور الدولة المصرية أيا كان. كيف تتهم الدولة المصرية أنها لم تحكمها يوم ما الشفافية إلى آخره، إلى آخر ما جاء بالبيان ولا أكرره؟ ألم تكن يا سيادة الفريق قائد من قادة المؤسسة العسكرية المحترمة ورئيس الأركان، وكنت تدير الدولة المصرية في مرحلة بالغة الخطورة والدقة بعد 25 يناير؟ يمكن أن يأتي قائل ويقول لك أنت متحمل ما كان ينبغي أن تفعل ذلك وتنسى ما قدمته الدولة المصرية لك ولغيرك. عندما أجد بعد هذه الكتائب الإلكترونية السيد يوسف ندى وهو مسؤول الإعلام لجماعة الإخوان دوليا، في من حقي أن يعبر بما شاء كما قلت لا أختلف أبدا، ولكني أحذر، ويطلب ويخاطب الفريق سامي عنان والفريق لا يرد حتى هذه اللحظة. 3 أيام مضت وليس هناك رد. هل توافقون على هذه الرسالة وهذه المطالب من عدمه؟ ولكن إذا راجعنا البيان الذي أذيع في 1 صباحا أي 5 عصرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذلك علامات استفهام كثيرة